السلام عليكم. محاضرتنا مال هاي اليوم اسمها عنوانها بري اوبراتيف كير. بري تعني بري انترا بوست نيرسينج مانجمنت اوف اوبريشن فور ذا بيشنت. هسه بدايه احنا راح نقسم العمليات الى اقسام مختلفه، اول اكوردنج تو اشياء مختلفة، تصنيفات مختلفة. أول شيء according to purpose، يعني إحنا ليش نسوي العملية؟ diagnostic, exploratory, cosmetics, transplant, curative surgery. diagnostic يعني إحنا نسوي العملية حتى نشوف شنو تشخيص مالتها، يعني نفتح المريض بطنه ظهره راسه حتى نشوف، ناخذ منه بايبسي حتى نشوف شنو نوع الورم، شنو نوع الليمفوما، شنو نوع الشيء اللي موجود به حتى نشخص. ثاني نوع من انواع العمليات اللي هي تو استيميت ذا اكستنت اوف ذا ديزيز، حتى نشوف انه الى وين واصل حده المرض عند المريض، اللي هي نسميها اكسبلوراتوري لابراتومي. يكتبوها الجراحين بالقائمه مال العمليات يقولون استكشاف البطن. طبعا هذه اكو اشياء كانت تصير سابقا، حاليا اصبح بوجود التكنولوجيا اصبح هنالك هوايه اشياء تصير بالبطن عن طريق الناظور فبطلوا، بس سابقا لما ما كان اكو ناظور كانوا يفتحون ويشوفون مثلا شنو اكو ورم بالامعاء، شنو اكو ورم بريتون كافيتي، شنو اكو ورم بالكبد، شنو اكو شيء مفجور مثلا داخلا وهكذا. cosmetics to improve appearance like او ايجي، يعني ايجي هذا يعني مثلا سيبتوبلاستي، يعني العمليات التجميليه مثلا تسطيح الحاجز الانفي، او هاي العمليات اللي تجرى حاليا اللي كلكم تعرفوها اللي هي نفخ الشفايف او تعديل العيون او بالنسبه للبطن شفط الدهون وهذه كلها نسميها تجميليه. ترانسبلانت عمليه نقل أعضاء اللي هي implementation of a new organ مثلا القلب والكلى والقرنية قوقعة الإذن، طبعا أصعبهم هي نقل القلب لكن مع هذا تجرى بس باحترازات جدا عالية ونسبة شفائها مو كلش مرتفعة. curative surgeries to treat disease can be classified into four categories. هسه راح نجي الى مجموعه من العمليات نسميها كيوراتيف. كيوراتيف يعني جاي من كير، يعني نسوي العمليه لغرض معالجه. هاي راح تنقسم الى اربع اقسام اللي هي ابيلاتيف، ري كونستراكتيف، كونستراكتيف وبايلاتيف. ابيلاتيف اللي هي ريموفال اوف ديزيز اورجان، اللي هي مثلا ابندكتومي نشيل الزائده، هاي نسميها ابيلاتيف. اور هيستيروكتومي رفع الرحم لغرض ما، يعني مثلا صار بي انفجار في شريان معين وما يصير يبقى بعد هذا يشيلوه، او صار ورم كله في جداره في داخله. ريكونستركتيف اللي هي بارشير اور كومبليت ريستوريشن اوف دامج اورجان، قسم من العمليات يصير بها إعادة تصليح، إعادة construction هو تركيب، فإعادة تركيب فأشيل جزء منها حتى أصلح الجزء الباقي، مثل plastic surgery after burn sorry، يعني العمليات الجراحية اللي تجرى بعد الحروق. إذا سامعين أو شايفين أو أحد مسولف لكم إنه أكو عمليات بالجروح، ناخذ skin من الثاي من الفخذ مال المريض ونروح نجيبه نصلحه نخليه مثلا للوجه او للصدر او لمكان اخر حساس، هذه نسميها ريكونستركتيف. كونستركتيف ريبير اوف كونجنتلي ديفكت اورجانز، يعني تصليح لقسم من الاشياء اللي تجي بالخلق خلقيا بها تشوه معين، او نسميها بلاستي ريبير مثلا اللي هي اوركيودوبكسي اللي هي تصليح الخصيتين الغير نازله بالاطفال. مرات ذول الاطفال يجون للدنيا الذكر منهم الميل تكون التيست مالتهم يعني بالاناتوميكلي صاعده لفوق، بحيث يسوونهم عمليه حتى ينزلوها جوا الى كيس الصفا نسميه حتى يبدي النمو مالتهم بشكل صحيح. بايلاتيف تو ريليف بين ريليف ديستريس، اللي هي نسميها هذه العملية البايلاتيف مثلا فيكتومي اللي هو هذا
اسم العملية قص العصب التائه اللي يروح إلى المعدة، نسويها هواية من المرضى اللي عندهم قرحة بالمعدة. Another classification، راح نقسم العمليات according to degree of risk، يعني إلى درجة خطورتها، major surgeries و minor surgeries، يعني العمليات الكبرى اللي هي prolonged intraoperative period، large amount of blood loss، extensive vital organs may be handled or removed، great risk of complication. هذه خصائصها اللي قريتها. شلون نقول عليها هاي major surgeries؟ يعني عمليات كبرى راح يصير بيها الوقت طويل، راح يصير بها خسارة دم هواية، راح يصير بها extensive vital organs may be handled or removed، يعني vital organs منو هي؟ القلب، الدماغ، الكلى، الرئتين، هذول اللي يصير بهم شغل كل هواية وما يبي خصم منهم removed بشكل أو بآخر، وبيها خطورة ومضاعفات كبيرة. اللي مثال عليها هذه من العمليات اللي تطول كل هواية زرع الكلى، أو مثلا عمليات في همينة سابقا هسه اصبحت تجرى بواسطة الناظور او بواسطة برين نيدل، عمليات فتح الدماغ سابقا. minor surgery less degree of risk to the client، هاي اقل خطورة ولهذا نقول عليها minor، generally not prolonged، ما راح تطول هواية، ونسميها one day surgery اللي يبقى بيها المريض يوم واحد، او نسميها outpatient surgeries less leads to a few serious complications، طبعا المضاعفات مالتها كلش اقل، و involve less risk، اقل خطورة، مثلا cyst remove يعني فد كيس دهني يشيلوا من المكان المزروع به، قسم من عمليات النسائية اللي هي الكيورتاج، الكورتاج اللي تسمعون به تنظيف الرحم، هاي نسميها one day، يعني المريض يطلع بنفس اليوم. هسه حاليا رفع المرارة كوليسيستكتومي سابقا كانوا كلها يسووها عن طريق فتح البطن كلها، سلا نسميها بالناظور يرفعوه، قسم من ايضا العمليات النسائية للمبيض وتنفخ، وقسم الاشياء كلها تسمى ليس يعني اقل كومبليكيشن، ويوم واحد ويطلع المريض، او حتى اقل من يوم واحد يعني يقولون عليه ما يبات. According to، اكو تقسيم اخر، according to urgency يعني بالنظر لخطورتها لطارئيتها، فالامرجنسي must be performed immediately without delay، اللي هو راسا ادخل العمليات، اذا تشوفون مرات بالافلام راسا يخلون مع الثدي يقولون قبل العمليات، هذا اللي هو الجان شوت يعني طلقه رصاصه، وند وسفير بول، مثلا كار اكسيدنت، مدعوم ب سيارة، واقع من فد مكان جدا عالي، مجروح بشكل جدا خطير، اللي يصير بي سيفير بليدنج، هذا رأسا دخل عمليات. امبرتيف اور ارجنت، هذا لا، هذا ممكن انه يسوى لكن من خلال من بين 24 الى 48 ساعة مثلا، اللي هو هم طارئ لكن بي مجال الانتظار. required اللي هو necessary for all for the well-being of the client usually within week to month، هذا اللي هو أصلاً يقولوا له أنت راح نسوي لك عملية لكن ننتظر تحاليل تطلع، ننتظر سونار، ننتظر تطور المرض، فممكن يطول ما بين أسابيع إلى شهر قد يكون، اللي هي مثلا وممكن واحد ينتظرها، يعني فشي مو كلش ضروري إذا ما صار يؤدي إلى هلاك حالة المريض، مثلا الكاتراك اكستكشن أو ثايرودكتومي أو الكولوسيستكتومي، الكاتراك يعني هذا اللي تسمعون بين المي الأبيض أو المي الأسود اللي يصير عند الكبار بالسن، ممكن هذا واحد يتعايش وياه وبعد فترة يقول أو ينتظر إلى أن يجي السرعة مالته في عملية التصحيح. Elective اللي هو should be performed for client well-being but is not absolutely necessary، مو كلش مهمة لكن وهي تؤدي إلى إنه صحة المريض تصير أحسن. well-being اللي هي الهرنية، الفتق الجراحي، vaginal repair تصليح المهبل، و repair of the scar مثلا اللي هي هذا هم تجي من البلاستيك وتجي بالإلكتيف، تصليح
يعني فالتشوه معين صاير بالجسم ومن خلاله، فمن خلاله يقدر ينتظر ونخليه على القائمة مع العمليات. اوبشنال الخامس اللي هو هاي المريض راح يختارها، اللي اجين تشبه هذه اوبشنال، تشبه البلاستيك او هي نوع من انواع البلاستيك، لانه رينيوبلاستي اللي هو تصليح الحاجز الانفي، لايبوسكشن اللي هو شفط الدهون، وماموبلاستي اللي هو او تصغير الثدي او تكبير الثدي. هاي العمليات الجاريه حاليا. هسه هنا انا اريد اعرف انا شنو هي العوامل التي تؤثر على خطوره العمليات. Factors affecting surgical risk, physical and mental condition of the client. هسه ايش راح ياثر اني على العمليه؟ العمر مال المريض. كل ما يكون المريض كبير كل ما تكون العمليه خطورتها اعلى، وكل ما يكون المريض صغير كل ما يكون خطورتها اعلى. ليش؟ دائما احنا يلعب العمر هاي ريسك نعتبره في عمليه، لانه اكو دائما نتذكر انه اكو عمليه هدم وبناء، انابوليزم وكاتابوليزم. نيوتريشنال ستيتس يعني المريض المتغذي جيدا واللي صحته العامه وبنيته العامه زينه، احنا نتوقع انه هو بعد العمليه راح يشفى وراح يلتئم الجرح ويروح لبيته. المريض اللي بنيته ضعيفه، ما ياكل زين، ما عنده صحه جيده، ما للنيوتريشن نسميه، اذا هذا قد يكون تحت خطر انه يلتهب الجرح مالته، ما يتصلح بسرعه، لانه الخلايا لما تيجي تريد تصلح تحتاج بروتين، منين وتحتاج اكسجين، منين يجيب بروتين واكسجين؟ من الاكل اللي ياكل البيشنت بعد العمليه، وهي اصلا قبل العمليه صحته العامه. يعني ستيت اوف فلويد اند الكترولايت بالانس، ديهايدريشن، هايبوفولميا، بريديسبوز او ا بيرسون تو كومبليكيشن. يعني انا ما يصير ادخل المريض الى العمليات وهو عنده جفاف او عنده قله في حجم الدم او عنده قله في استيعاب هاي الخلايا اللي انا اريده أضمها حتى تصلح الجرح وحتى تخلي المريض يصير زين، بها فد خلل معين وتؤدي إلى مضاعفات معينة. صحته العامة General Health, Infection Process, Increase of Productivity, Mental Health, Economic and Occupational Status. يعني صحته العامة، صحته العقلية، شنو هو نوع شغله، شنو المادة الوضع المادي، هاي طبعا لها علاقه بالمستشفيات الخاصه. يقدر يسوي العمليه بكذا سعر لو ما يقدر، هو اذا كانت امرجنسي لازم ادخل مباشره وما انظر الى انه كون هل هذا المريض راح يسوي لي يقدر يدفع الفلوس العمليه اور نوت. تايبس اوف دراج تيكن ريجولري، هل هو ياخذ المريض مجموعه معينه من الادويه اللي تؤدي الى تدخل تتداخل ويا ال يعني ال العملية أثناء العملية، اللي هي مثلا ستيرويد، انتي كوغولانت، انتي ساليسيليت، انتي بايوتكس، ترانكولايزرز، انتي هايبرتنشن، دايروتكس، الكهول، انسولين. ستيرويد يعني ال مضادات الستيرويدية، انتي كوغولانت اند ساليسيليت يعني مضادات التخثر، والساليسيليت هذول اللي يعتمدون على بروفينون بنادول وجماعتها، انتي بايوتكس هي مضادات البكتيريا، ترانكولايزرز المهدئات، وانتي هايبرتنشن يعني مجموعات الادويه اللي تعطى للضغط العالي، دايروتكس المدررات، والكهول وانسولين. طبعا الكهول والانسولين مو من ضمن الادويه يعني هي ما تعتبر، لكن همنا لازم ندير بالنا اذا كان المريض اصلا ياخذ انسولين هو دائما، او اصلا هو يتعاطى الكحول لانه ياثر على مدى التخدير ومدى سير العمليه. بعد ايش راح ياثر؟ راح ياثر اكستنت اوف ديزيز، يعني ايش قد واصل مرحلة المرض، و the magnitude of required operation، هل يحتاج المريض إلى هاي العملية بالذات؟ يعني وجودها أو عدم وجودها هذا عامل آخر، يجوز مرات إحنا ما نحتاج إلى هاي العملية، أو العملية إذا تصير ممكن تؤدي إلى هل تهلكة حياته، فنخليه نشوف حل آخر. Resources and preparation of surgeon, nurses, hospital، المبادرة اللي عندنا ممرضات، عندنا صالة عمليات، عندنا دكاترة.
هسه راح نجي هنا على البيري اوبراتيف نيرسينج فيسز، يعني مثل ما قلت لكم مصطلح بيري بي اي ار اي اللي هو راح يتضمن لنا بري وانترا وبوست، يعني ثلاث مراحل راح يمر بها المريض والممرضات والاطباء وكل في داخل فشي اسمه العمليات. بري اوبراتيف فيس يعني المرحله ما قبل العمليه هي the period of time from the decision for surgery until the patient is transferred into operating room، يعني هو الوقت اللي يحتاج المريض من اخذ من الوقت اللي يقضي المريض من وقت اتخاذ قرار العملية إلى أن يدخل العملية. Intraoperative phase هو ال period of time from when the patient is transferred to the operating room to admission to post anesthesia care unit PACU، هذه نحفظها اللي هي post anesthesia care unit، هاي الفترة اللي داخل العمليات. هذا السلايد يحفظ لأنه هاي تعتبر مثل تعاريف، فممكن أن تجيب الأسئلة. هسا البوست أوبراتيف فيس هو المدة اللي تبدي من دخول المريض إلى غرفة العناية الفائقة PACU غرفة العناية الفائقة إلى نهاية الفولو أب أوف إيفالويشن إن ذا كلينيكال سيتينج أور آت هوم، يعني من خروجه من العمليات ودخوله غرفة الإفاقة إلى أن يروح عناية مركزة يروح وردها وإلى أن يطلع، هاي كلها نسميها operative phase. هسه راح نجي نتعرف عليهم واحد واحد. هسه بالبري اوبراتيف فيس مثل ما قلنا قبل شويه نفس الحكي، ماكو داعي نعيده مره ثانيه، راح يبدي من قرار اتخاذ قرار العمليه الى ان يدخل المريض الى صاله العمليات. طبعا النيرسز بلاي ا ميجر رول ان ذا كلاينت تيتشينج ريليفينج بين ريليفينج فاميلي اكسترا انكزايتي، المريض راح يدخل بقلق، عائلته راح تدخل بقلق، فاذا الممرضات واحنا كناس لازم نلعب دور مهم في عمليه تقليل هذا القلق باي شكل من الاشكال، لانه حتى المريض يقدر يدخل العمليات وهو سليم. اكو عده تحضيرات راح نسويها لغرض قبل دخول المريض الى صاله العمليات، منها preparation of for hospital admission include شرح تتضمن explanation of the procedure راح نشرح له شنو العملية expected duration of hospitalization شقد راح تبقى بالمستشفى، هاي الأسئلة كلها راح يسألنا إياها المريض و cost length absence of work شقد راح تكلفني وشقد راح أخذ إجازة أنا أو راح أغيب عن العمل مالتي. psychological preparation يعني تحضير المريض النفسي ما قبل العملية، راح يصير عندي فير من المجهول، راح يصير عندي انكزايتي، راح يصير عندي قلق من الألم، قلق من التخدير. تسمعون كل المرضى يقولون زين أنا خمو راح أموت بالتخدير، زين أنا إيش مدري إيش راح يصير. قسم من المرضى مثلا خصوصا يطلع مثلا يقول أنا بلكي سووا فتشي وخربطوا شيء معين، خصوصا مثلا ذول اهل البلاستيك سيرجري او المحروقين ودي يسوون لهم تغيير بالايمج مالتهم، فيكون اكو عندهم ديستربنس اوف بودي ايمج وير از لوس فاينانشال امبلويمنت سوشيال اور فاميلي. يقول المريض يبدي يقلق ويخاف ليكون يفقد عمله، يفقد الفلوس اللي عنده، يفقد ما بعد ما يقدر مثلا يمشي، بعد ما يقدر كانت هو داخل على عملية لها علاقة بالأعصاب وحركة الإيدين وحركة الأصابع، وهو المهنة مالته تعتمد على حركة إيدين مثلا، وراح يسأل بهالحالة ويقلق يقول أنا شلون زين أنا خمو راح يصير بيش، يعني مهنتي كلها تعتمد على إيدي. مثلا نفترض مدرس أو 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 رسام وكل راس ماله شلون نقول بالدنيا هي عيونه، يعني هو هاي والعمليه تكون بالعين، فرأسا يسأل انه انا راح اقدر اشوف بعد العمليه زين انا راح يتأثر علي مثلا اذا كان ورم بالدماغ او ورم في محجر العين زين انا راح يأثر على بصري هذه، فهذا كلها الاشياء لازم نكون احنا جدا حريصين في انه نطمن المريض دائما ونقول له انه انت ان شاء الله راح تشوف هيجي. حتى مرات نلجأ الى انه نروح نجيب فيديو ونشوف اياه للمريض او نجيب مريض اخر ونشوف اياه نقول له باوع هذا شاف هذا سوى نفس العمليه، حتى مجرد انه نبعث الطمأنينه بنفس المريض. زين من الاشياء المهمه اللي نحضرها قبل العمليه اجين
informed consent, surgical consent, موافقة ما قبل العملية. It includes surgical procedure, alternatives, possible complication, disfigurement or removal of body parts are explained. It is النوت يعني الملاحظة it is a part of nurse's role يعني هذا وظيفة الممرضات as a client advocate to confirm that the client understand information given يعني هذه هي أصلا من واحدة من واجبات الممرضة اللي لازم يفهمها المريض يفتهمها ويوافق عليها ويقول انه هاي المعلومات انطوني اياها وانا راح اقول اي راح نحكي بيها شنو المكتوب بيها surgical procedure alternative possible complication removal of body part explained or disfragmentation يعني ايش راح نسوي له احنا بالعمليات طبعا ما راح يكتبون بالضبط الخطوات مع العمليه ايش راح ممكن ان يتعرض الى complication وشنو الاجزاء لازم يوفق مثلا راح يكتب انه اذا صار انه احتياج انه مثلا راح نرفع عضو معين مثلا هذه دائما تصير بالنسبه لل من يدخلون مريض بصوره عاجله من يصير نزيف بالرحم لازم زوج المريض او حتى هي المريضه او احد من المسؤولين العائله بالمريضه يقولوا لهم احنا اذا احتاجينا اثناء العمليه ان نرفع الرحم توافقون فمنو هسه اللي راح يكتب هسه وراح نشوف شنو هي الكونسنت فورم يعني موافقه لاجراء العمليه ادلت كلاينت يعني الشخص اللي عمره اكثر من 18 هذا راح يوقع بنفسه لكن الا اذا كان هو هذا يوقع بنفسه عادي يعني عمره 18 فما فوق راشد بالغ نسميه بس اذا كان فاقد الوعي او اذا كان mentally incomplete يعني عقليا غير صحيح او ما يقدر يوقع هذا راح يوقع عنه اقرباء او الشخص اللي اكبر منه ان emergency permission via telephone is acceptable بالحالات الحرجه ممكن اني اتصل بام المريض اللي هو طفل او اللي هو اقل من 18 او اللي هو عنده خلل بالعقل او اللي هو فاقد الوعي واقولها اني ابنك وصل لي للمستشفى ويحتاج حالا دخول الى المستشفى ممكن انه تنطيني موافقه راح تقول ايه consent are not needed for emergency care if all of four of the following criteria are met ما احتاج اني الى توقيع المريض اذا اكو عندي وحده من هاي الاربع حالات immediate threatened of life الشيء الجاي بيه جدا خطر ويؤدي الى تهلكه بالحياه ويؤدي الى خساره حياته فراسا دخل عمليات دون الحاجه دون الانتظار لان راح يموت دون الانتظار لتوقيع expert agree that it is emergency يوقعون عده اطباء اللي هم consultants بيهم او الخبراء انه يحتاج عمليه طارئه جدا الكلاينت ما قدر يوقع هذه همينة أسوي العملية A legally authorized person cannot reach الشخص اللي هو مسؤول عن هذا الشخص اللي أنا دا أسوي له عملية ما قدر يوصلني مكان بعيد جدا فأقول له راح أسوي و witness to inform consent may be nurse other physician clerk or authorized person لازم أكو شاهد وياي لما أنا راح أتخذ هذا القرار witness يعني شاهد الشاهد ممكن أن يكون ممرضة، طبيب آخر، كاتب أو أي شخص إداري بالمستشفى. راح أحضر المريض أيضاً physiological. شنو يعني physiological؟ يعني بدنياً. فراح أخذ من عنده pulsatory condition. عندك حساسية لولا restriction medication. عندك حساسية لأي أشياء كيميائية. لازم نكتبها عندك شيء بالنسبه للتخدير مسوي عمليات سابقه عندك حساسيه ضد الكفوف اللي نلبسها ممكن انه تتفاعل بينها وبينها كلها لازم نلبسها لازم واذا صارت هذا الشيء راح نخليه بداخل باند هذا سيرجيكال باند نسميه مثل الصور نلبسها للمريض ونكتب عليه انه مثلا المريض عنده حساسيه من الكفوف فيديرون بالهم يستعملون كفوف من انواع معينه او المريض عنده حساسيه من البلاستر افتر سيرجري فهمينا يوصى بها انه يخلوا له غير بلاستر اللي هو ما مو نفس اللي احنا مسجلين بليدنج تندنسي يعني اذا عنده
قابلية للنزيف، هاي من لازم نعرفها. شدي يستعمل ميديكيشن، اسبرين، هيبارين، لازم كلها توقف. هيربال ميديكيشن همينة لازم نسأل عنها ولازم نوقفها قبل العملية. هاي طبعا ما لم تكون العملية امرجنسي، هذا الحكي بدنا نحكي اذا احنا بدنا نحضر المريض للعمليات قبل وهو مريض، يعني بعملية معينة، يعني سكيدجولت، يعني مؤرخ لها. دراج الكحول ابيوز، كورتيكوستيرويد اور ستيرويد دراجز، دايبيتيز ميليتاز، مرض السكري، لانه هذا يحتاج الى خاف يراد لك كنترول اوف بلاد جلوكوز، يعني نقيس السكر مالته، لانه بعد العمليه راح نخاف انه يرتفع السكر مالته او بالعكس ينخفض، او ايش قد هو دائما مستويات الانسولين اللي عنده. امبلاي يعني اذا كان يصير عنده تخثر او صاير عنده سابقا. في وحده من عمليات مثلا ذول الناس، اكو ناس يجون يقولون انه انا مسويت عمليه برجلي وطلع عندي في نوع من انواع التخثر، فهذا همين لازم ينكتب ويعرف عنه، لانه هذا معناته يسوي عندنا المريض حتى لا نخليه بعد ما يطلع من العمليه انه prolonged immobility، يعني ما يتحرك. هسه حاليا ماكو هيك شيء، لانه لسه حاليا المريض من يسوي عمليه اكبر واخطر العمليات نحاول انه ثاني يوم نقومهم، لانه قام يصير عندنا دائما وعي انه المريض كل ما ينام زايد بعد التخدير كل ما اكو possibility للامبولاي اللي تصير، يعني الخثره الدمويه واللي مرات تقتل. لهذا الايرلي امبوليشن يعني التحرك بصوره كل ما كانت سريعه كل ما كانت احسن. مال نيوتريشن، سموكينج، اوبيسيتي، لو اتش بي اند ار بي سي، وبريجننسي، واكستريم ان ايج. بالنسبه للجهاز التنفسي شلون راح نحضره للجهاز التنفسي قبل العمليه؟ راح ناخذ تشيست اكس راي على الصدر، اي سي جي، سي بي سي، بي تي، بي تي تي، هاي موجوده قدامكم، بروثرومبين تايم، بارشال ثرومبوز تايم، سيرم الكترولايت، رينال بريبريشن، يورين اناليسز، يعني نفحص هسه قلنا فوق نفحص الجهاز التنفسي، جوا راح نفحص الجهاز البولي وال مال المريض. كل هذه راح نسويها قبل يعني قبل لا ندخل قبل المريض قبل العمليات. هسه اون ذا نايت اوف ذا سيرجري يعني ليله العمليه، preparation أو preparing the client skin، راح أحضر المكان اللي راح أسوي به العملية اللي راح تصير به العملية، shaving against the grain of the hair shaft to ensure clean and close shaving، يعني المكان اللي راح أخصصه. طبعا هذا يصير بالنسبة للميل، إنه راح أعقم المكان وأسوي له حلاقة مثلا إذا بالبطن، بالظهر، بالإيد، شوفوا بوين أي مكان. NBO ماخذيها انتو هذه سابقا، يعني لا شيء عن طريق الفم، after midnight بعد 12 بالليل. administration of enema may be necessary، insertion of gastric or intestinal tubes، preparing for anesthesia، promoting rest and sleep، use drug. راح اسوي للمريض انظف بطنه، انما يعني ال الحقنة الشرجية إذا كانت العملية مثلا بالقولون، قد تكون نسيسري وقد تكون باي دكتور أوردر، يقول نسوي له تنظيف للأمعاء، أو إذا كان المريض أصلا هو قادر أن يروح للتواليت ويفرغ بطنه راح نقول له إذا ممكن أنت قبل بيوم لأنه عمليتك بالقولون. مرات نحتاج إلى أنه نسوي إنجي تيوب، هذا اللي راح نشوفه بالعملية اللي هو الأنبوب المعدي، ونحضر المريض أيضا للأنستيزيا. أكو مرات قسم من أطباء التخدير ينطون أدوية قبل العملية، يقولون هاي بال 12 بالليل تنطوه إياه، وراح نقول للمريض أجين نخليه ينام بشكل زين ونقلل من القلق مالته ونقلل ونزيد من ساعات الراحة بواسطة يعني مثلا. هسه وصلنا on the day of operation يعني في يوم العملية، نهار العملية، يعني صار الصبح نفترض والعملية هي صباحا. early morning care هذا نسميه العناية مال المريض الصباحية، about one hour before the pre-operative medication scheduled، يعني راح نسويها قبل اعطاء الدواء. vital signs راح ناخذها، patient change into hospital gown that is left untied and open at the back، راح نلبسه الجاون مال العمليات وتكون من ورا ما مشدوده و مفتوحه، راح ينام المريض على لانه السديه.
برايد لونج هير واند ريموف هير بن بروفايد اورال هايجين. راح بالنسبه للفيميل البنات راح اسوي فد ظفيره او جديله ونوخر اذا كان اكو ماشات او فد بن يعني فد نوع من القراصه بشعر المريض ونلبس هذا الهيد ماسك. و اورال هايجين راح نسوي اورال هايجين يعني تنظيف لي راح نقول للمريض تحاول ان تفرش سنونك وتمضمض شويه. بروستاتيك ديفايس اي جلاسز دنتشر ريموفد اذا كان عنده عدسات سواء ملونه او عدسات طبيه ينزعها واذا كان عنده طقم مال اسنان ايضا ينزعها يعني هذا بالنسبه للكبار بالسن. اي شيء لابسه حلقه ساعه اصاور قلاده ينزعها يخليها على سطحها. والبولش يعني النيل بولش يعني صبغ الاظافر ايضا راح نوخرها لانه هذا راح يسوي لنا يعني لازم يصير قبل العمليه لانه من يصير ساينوسز للمريض احنا سواء اللبس اللي هو الحمره بالنسبه للفيميل والصبغ الاظافر اثنين هالمكانتين لازم ما يصير عليها فد لون معين يعني بواسطة شيء صناعي لانه داخل العمليات عندما يصير ساينوسز او يصير فد ديستربنس معين اول مكان احنا نلاحظه هو شفة المريض والبوكل اوف ذا بيشن يعني الجو اللثة الجوانية واظافر البيشن. بالنسبة للميل طبعا ما هو شيء patient should void immediately before going to OR. إذا patient يقدر يروح للحمام voiding يعني يتدرب نقول تفوت للحمام قبلها ما يقدر راح نسوي له فوليس كاثيتر ونخليه يتدرب قبل العملية. Make sure that the patient has not taken food for at least 10 hours by asking the patient. لازم انت تتاكد انه المريض من 12 بالليل كل شيء منايم لانه ياما يسووها المرضى والصبح من يقعد بالستة يقول هالامه جيبي لي فد بسكتايتين وشاي حليب وشويه جبنايه وهذا لما يصير لدى المريض يصير خطر عند المريض لانه اكو شيء نسميه اسبيريشن عند خروج المريض من العمليات راح يصير عنده يصير في التحفيز للبيجاس نيرف ويبدي يزوع المريض فالمفروض انه ماكو فتشي بمعنته. اما اذا طلع هذا الجاستريك جوز الاصفر لا هذا ما يسبب لنا خطر. جنرالي ادمستريت 60 الى 90 منت بيفور اندكشن اوف انستيزيا سيرجري يعني اني راح دخل المريض الى العمليات وراح نعطي انستيزيا ما بين 60 الى 90 منت راح يبقى وقبلها راح يتعرض الى التخدير. تايبس اوف اوبراتيف ميديكيشن هذه قسم من الجروبس اوف ميديكيشن يعني اسماء لادويه جروبات مال ادويه سيداتيفز انتي كولونرجيكس وانكزايتي ناركوتيك وانتي بايوتيك هذه راح تاخذ قبل العمليه ويكون تكون بواسطه يعني دكتورز اور عباره عن ورقه نسميها تشيك ليست لانه راح نشيك احنا بيها انه هل احنا سوينا فيزيكال اكزامينيشن المريض يعني فحصناه كله شنو نوع البروسيجر او ال اسم العملية راح يسويها او التداخل الجراحي راح يسويه. اكو موافقة للعملية محطوطة وموقعة. اكو نتائج المختبرية. عند لابس المريض هاي الاسوارة اللي قلت لكم عليها قبل شوية عند المريض حساسية ضد شيء معين. هل المريض صايم قبل بيوم وهل محضر السكن مالته يعني معقم وحالق وجاي للمريض. هذا احنا نوقف على قدام المريض وهو على السدية ونشيكها قبل ليروح إلى العمليات. إذن هذا الحاجة كله on the day of surgery. هذا الدياجنوسز أنا أشوف حتى أنا كاتب عليه self student homework قروها أنتوا لأن أنتوا تعرفتوا أنه سابقا إحنا قلنا nursing diagnosis هي عبارة عن مشكلة المريض فأنا خالتها هذه للمريض اللي هاي مشاكل المريض اللي يروح للعمليات. بس طبعا هاي أمثلة عليها اكو بعد 100,000 نيرسينج دايجنوسيس قروها وشوفوا ريليتد الها وشوفوا شنو يصير البلان عليها والانترفينشن عليها.
هسا وصلنا انت ترى اوبراتيف فيس، يعني دخلنا الى داخل العمليات. هسا مو كنا قبل العمليه بليله وقبل وفي صباح العمليه، هسا دخلنا الى داخل العمليات. انت ترى اوبراتيف تيم، هسا من هو الفريق اللي يكون الـ هذا الـ هذا الفيس، هاي المرحله راح يكونها السيركوليتوري نيرس، سكراب نيرس، وبي اي سي يو نيرس. سيركوليتوري نيرس هاي النيرس الدواره، manage the OR and protect the safety and health need of the client by monitoring the activities of the members of the surgical team and monitoring the condition in the OR. الممرضة الدوارة أو الممرضة اللي تروح تجيب تعدل اللايت مال العمليات، تروح تجيب أدوات إذا محتاجين، تجيب دواء معين إذا أراد الدكتور، تحاول إنه هذه المريض الممرضة تكون مو ما ما مو مثل ما مغسلة والسرايل واقفة مثل ما تعلمنا بالكورس الأول لما أخذنا بالإنفكشن كنترول إذا تذكروها، وسوينا السيرجيكال هاند واشنج ولبسنا شفوف ولبسنا جاون. هذه راح تكون لابسة بس ملابس العمليات وغير معقمة، اسمها سيركوليتوري نيرس. تختلف عن السكراب نيرس، هاي من هي السكراب نيرس اللي هسه هي جوا اللي هي اوريدي اصلا توقف ويا الجراح، هذه لا راح تلبس شفوف معقمة وراح تلبس جاون وراح تساعد الجراح تناوش خلينا نقول الادوات الجراحيه. responsible for scrubbing of surgery including setting up sterile tables and equipment and assisting the surgeon and surgical techniques during the surgical procedure. هسه منو هي البي اي سي يو نيرس؟ ممرضه الافاقه. responsible for caring for the client until the client has recovered from the effect of anesthesia is oriented has stable vital signs and shows no evidence of hemorrhage. هذه الممرضة مال الإفاقة راح تكون مسؤولة عن المريض بعد خروجه من العملية، راح تكون مسؤولة عن الإفاقة مالته، راح تكون مسؤولة على انه هو قعد من التخدير ومتعرف فاتح عينه يقدر يجاوب يقدر يرد فعل، وستيبل فايتال ساينز لازم يكون عند المريض، وماكو اي علامه من علامات الهيموريج او البليدنج يعني النزيف اللي قد يصير بالجرح بعد العمليه. هسه هذول ثلاثتهم هم تيم اوف ذا انترا اوبراتيف فيس. تايب اوف انستيزيا، انا هذا السلايد شوي عجبني انه اريد اعرفكم انه شنو يعني انستيزيا. انستيزيا ار انرجيسك ريلاكسيشن اند ريفلكس يوز سيفير سنترال نيرفس سيستم ديبريست برودوس باي فارماكولوجيكال ايجنت. يعني هي عباره عن مجموعه من الادويه تؤدي الى شلل او تثبيط في جهاز العصبي حتى بعد ما يقدر هو يتنفس، حتى يقلل الالم الحاصل لدى المريض في مكان ما. طبعا هذا يصير عن طريق تيوب راح ندخله الى القصبة الهوائية ويرتبط بجهاز نسميه فنتليتر اللي هو كأنما رئة خارجية للمريض. راح ننطي لانه من تنشل عضلات التنفس راح نبدي ننطي بواسطة ادوية، طبعا راح احنا نبدي ننطي اكسجين الى الرئة وناخذ من عندها، وورا ما يخلص المريض من العمليات راح ننطي فتشي نسميه انتيدوت، يعني فتشي ضد هذا الدواء اللي انطيناه اياه اللي شلينا به عضلات التنفس، نقعده يعني نسميها. انواع اللي يريد طبعا يقرا يروح يتعلم شنو انستيزيا، لان انستيزيا اذا اريد نفوت بها فهي تصير عباره عن محاضره طويله عريضه لمده 3 ساعات اخرى، هذا فشي مبسط عنها. تايب اوف انستيزيا يعني انواع التخدير، اكو جنرال انستيزيا، ريجونال انستيزيا، توبيكال لوكال انستيزيا التخدير الموضعي، وسباينال انستيزيا اللي اذا سامعين عنه التخدير اللي يصير عن طريق الحبل الشوكي. Positioning the client هذه تعتمد على البوزيشن اللي اخذناها احنا بالكورس الاول او ما اخذناها، يعني انه احنا شلون نسوي المريض supine or prone or three dumbbelling or lithotomy position lateral position. هذه اذا تريدون تفتهموها كل وحده تروحون تخلون هذه الكلمه وتخلون الصوره مالتها وتشوفون انه شلون راح يقعد راح ينام المريض على السديه
حتى تتعرفون عليها. السوباين هو على ظهره وبرون على بطنه، تريدمبلنج اللي هي على جهه، ليثوتومي بوزيشن هاي عمليه الوضعيه مال الولاده او مال العمليات الجراحيه النسائيه، ولاترال بوزيشن اللي هو على جهه واحده من جسمه اللي هي تجرى لما نسوي عمليه زرع الكبد. بوست اوبراتيف فيس، هسه اني طلع المريض من العمليات ووصلت الى بوست اوبراتيف فيس، اميديت نيرسينج انترفينشن، راح اسوي له نيرسينج انترفينشن مهمه وعاجله، اسس بريثنج اند ادمنستريشن اوكسجينيشن، مونيتور فايتال ساينز، اسس سيرجيكال سايت، وند درينج سيستم، اسس ليفل اوف كونشسنس، كونكت ذا درينج تيوبس اور جرافيتي اوف سكشن، اسس بين، administrates analgesic as prescribed and assess effectiveness, position of the patient to enhance conform safety and lung expansion, assess IV sites and patency and infusion for rate and solution, assess urine output, start deep breathing and leg exercise, place cold light emesis basin ice chips if allowed and bedpan or urinal within reach, provide information to patient and family. أنا من راح أطلع المريض عن من العمليات وأخليه على السرير مالته، لازم أشيك vital signs مالته تكون stable، لازم أشوف إذا كان عنده أي صوندات طالعة من بطنه، طالعة من صدره، طالعة أشوف وين وأشيكها وأخليها أعلقها على السرير أو أخليها ويا الجاذبية الأرضية، أشوف الآي في اللي جاي وياه وأعلقه، وإذا أكو أوردر آخر أخلي مثلا هم مطلعيه خلينا نورمال سلاين وبعدين يقولون راح تخلون جلوكوز سلاين فأكمل هذا نورمال وطلع وأخلي الجلوكوز سلاين، أشوف مدى الألم اللي يحس به المريض أقيمه وأشوف يحتاج إلى مهدئ بعد العملية لولا، اشوف البوزيشن اللي يحتاجها البيشنت، مثلا ما ممكن انه المريض عمليته على ظهره وانا نومه على ظهره، اشوف انه عنده يقدر يسوي ديب بريثنج اكسرسايز اللي هي راح ابدي انا اقول له اياها بعد العمليه، او علمه همينة قسم من الاشياء ثاني يوم او بالليل انه شلون ياخذ وينطي نفس، لان الاكسجين لازم يدخل الى اللنج بصوره كبيره حتى يقدر يتخلص من الانستيزيا او يعني الغازات اللي تخدر بيها. بعدين راح اخليه من المريض ما عدا المرافق مالته، اذا ما افرض ماكو مرافق راح اخليه بصفة الجرس حتى اعلمه عليه واقول له اذا احتاجني دق هذا الجرس، اطمن المريض واطمن عائلته وادخل الى انه اسجل كل هذه الاشياء اللي سويتها بعد العمليه. اذا ردت اشوف انه اسوي الاسسمنت، هذا الاسسمنت هو هذا كل هذا هسه حكيته قبل شويه، انا هنا راجعه كاتبته انه شلون اسوي اسسمنت للايروي، بيتنسي يعني سلامه الانبوب التنفسي، قصدنا بالانبوب التنفسي يعني القصبه، يعني هل هو ده يقدر يتنفس بشكل جيد او لا، الفايتال ساينز لازم دائما ادير بالي عليها، ريسبيراتوري ستيتس حاله التنفس لدى المريض، شلون ده يتنفس، بين اذا عنده اكو عنده صوت مو صحيح نويزي بريثنج مي بي ديو تو يصير من خلال اوبستراكشن باي سكريشن، اذا اكو كان عنده فد سوائل داخل الرئه فلازم اطلعها، او اذا مرات احنا راجع اللسان مالته لي ورا فقد يطلع فد اصوات تشبه اصوات الشخير لكن هي قد تكون خطره فلازم همينه اشوفها، اشوف ال شكل مال السكن داير ما داير يعني الجلد مالته داير ما داير الجرح او السكن مالته كله، اخاف بيل، اخاف ساينوزد، اخاف احمر، اخاف غير شكل، اذا اكو بليدنج انترنال بليدنج، ليفل اوف كونشسنس ومنتال يعني بما معناه انه هل قعد هل رجع للوعي، واذا انا راح اشيك المنتال ستيتس باي راح يصير عنده انكزايتي وبين وميديكيشن اوكسجين ديفيسيت هيموريج، اشوف ليكون راح يصير عنده كومبليكيشن، مثلا شنو هي الكومبليكيشن اللي اتوقعها راح تصير، هي مو بالضروره تصير بس انا اتوقع انه نيورولوجيكال اللي هو الديليريوم يعني الهذيان
يمكن انتم تسمعون بهم معظمهم يصير عندهم يقومون يخربطون شوي بالحكي، بس هذا شيء مؤقت بوقتها. او ستروك او يورينري ذا اكيوت يورين، يعني لما المريض يقوم ما يطلع يورين ويصير عنده احتباس في اليورين، اذا هاي كومبليكيشن مهمه لازم اخبر الجراح عنها. فانكشنال اذا كان عنده ويكنس فتيك او فانكشنال ديكلين، يعني اذا مثلا طلع ما يقدر يحرك رجليه، ما يقدر يحرك اصابع ايديه، صار عنده نوع من التعب بحيث نهائيا ما يقدر ينهض. ريسبيراتوري من ناحيه الجهاز التنفس، اجين اتيلاكسس يعني انكماش الرئه، نيمونيا اللي هو ذات الجنب او ذات الرئه، بولمونري امبوليزم، هاي كلها كومبليكيشن لازم ادير بالي عليها. اسبيريشن الاختناق، كارديوفاسكولار شوك وثرومبوفيلوكس. من ناحيه الجهاز الهضمي اللي يصير عنده من الهمين اجين الكومبليكيشن او الاسسمنت اللي عنده اسوي، اللي يكون يصير عنده كومبليكيشن كونستيبيشن يعني امساك، او باراليتيك الياس وباول اوبستراكشن انسداد بالامعاء او شلل باللفائف يسميه. بالنسبه للووند نفسه، الجرح نفسه مالتنا، ادير بالي واسوي اسسمنت للانفكشن، دهنسز، ايفاسكريشن، ديليد هيلينج وهيموراج و نيرسينج دايجنوستس. اجين هذا انتم تقروها وتقارنوها بالنيرسينج دايجنوستس اللي انتم تعرفوه وتعلمتوه بالمحاضره الاولى. هذه الكولابوراتيف بروبلم ممكن انه تيجي مع النيرسينج دايجنوستس اللي هي بوتنشال كومبليكيشن، او نسميها يعني مشاكل اخرى لدى المريض تصير من خلال العمليه بعد العمليه. طبعا راح نسوي نيرسينج انترفينشن احنا وين؟ اول شيء انت ايش قد راح يبقى المريض بالبي اي سي يو اللي هي وحده الافاقه، راح يبقى الى ان يقعد من التخدير، ري اسامبشن اوف موتور سنسر انفكشن واورينتد، لازم يكون المريض يعني متعرف، يفتح عينك افتح، نقول له افتح عينك يفتحها، جاوبني انت منو، يقدر يقول جاء او شوف هذا اللي بصفك منو، يقول هاي امي، وستيبل فايتال ساينز، نو ايفيدنس اوف بليدنج اور اذر كومبليكيشن، ما عنده اي شيء من ال يؤدي الى كومبليكيشن. هسه النيرسينج انترفينشن هنا خصصناه كل سلايد واحد بالنسبه لكل جهاز واحد. بالنسبه للريسبيراتوري سيستم احنا لازم ندير بالنا من الهايبوكسيا، هايبوكسيميا اللي هي ريديوس اوكسجين ان ذا بلاد، وهايبركابنيا اللي هي اكسس كربون دي اوكسيدايز ان ذا بلاد. راح نشيك اوردرز تو سبلمنت اوكسجين، نشيك انه يحتاج السبلمنت يعني اضافي، يحتاج المريض الى اوكسجين دائمي واضافي، ونسس يعني نقيم RR يعني respiratory rate، PO2 هاي blood gases، و breathe sound واحدة من blood gases والأصوات التنفس. لازم دائما نخلي ايدنا البام يعني مال الايد قدام المريض ونشوف انه هو دا يتنفس ودا يتنفس بشكل صحيح، وراح نخلي له rubber or plastic airway حتى دائما نحصل على respiratory system دي يشتغل بشكل صحيح. بعد راح نخلي هذا الايرواي اللي قلنا عليه، راح نخلي initiating the ventilator in the weaning and extubation process. طبعا احنا راح نشوف انه هل اذا المريض راح يروح على الجهاز التنفس الاصطناعي، وراح نساعد في ويننج يعني الافطام من جهاز التنفس والاكستوبيشن بروسيس، شلون راح يطلعون التيوب من المريض. سم بيشنت ماي بي ترانسفيرد فروم او ار دايركت تو اي سي يو، قسم من المرضى راح يطلعون من العمليات قبل الاي سي يو، يعني راح يهتمون بهم مرضى الاي سي يو. اذا هذا همنا جدا مهمه بالنسبه للريسبيراتوري سيستم. اجين اكسسيف سكريشن ميبي قلنا هسه قبل شويه همينا عدنا نعيدها، انه يسوي اسبيريشن هذا السكريشن الموجود، اذا لازم ندير راس المريض الى جهه واحده ونستعمل جهاز السكر ونطلع هذا السكريشن اللي موجود، لانه ممكن يؤدي لنا الى مشاكل هوايه بالجهاز التنفسي. هيد اوف ذا بيد لازم نرفع راس السرير 15 الى 30 ديجري unless it is contraindicated، الا اذا كان ممنوع طبيا. ودو سكشن
needed. Maintaining stability بالنسبة للكارديوفاسكولار، هسه جهاز القلب الوعائي again راح أقيم به mental status, skin temperature, moisture، يعني إذا كان الجلد مال المريض مالتنا رطب أشوف اللون مالته، أشوف اليورين أوتبوت، أشوف الـ سلامة الآي في اللي خالي الهياء وده يمشي المغذي المحطوط وصحيح. ومن الكارديو فاسكولار كومبليكيشن ذا بي اي سي يو انكلود، هذول بس داخل البي اي سي يو، هايبوتنشن، شوك، هيموراج، هايبرتنشن، وديس اريثميا. هذا يصير عيني بس بال داخل البي اي سي يو، يعني وحده الافاقه. يا اما يصير عند المريض انخفاض بالضغط بصوره حاده واللي يؤدي الى شيء نسميه شوك الصدمه، ويا اما يصير عنده قد، طبعا يصير عنده هيموريج او بليدنج، يعني نزف من داخل، من نزيف ممكن يكون داخلي وممكن يكون خارجي للمكان اللي سوينا به العمليه. هايبرتنشن، ممكن انه يرتفع الضغط ايضا جراء شيء معين صار بال يعني بالادرينالين بالكورتيزون بالسمثينج داخل الجسم. وديس اريثميا اللي هي لاضميه القلب، واللي هي هتكون جدا تخوفنا من انه المريض يدخل داخل ريسك اوف ديث. زين شلون راح نسوي لهم هذول الهايبوتنشن اند شوك ان ان ادكويت اوكسجينيشن اكومبانيد باي ان ان ابيليتي تو اكسكريت ويست برودكت اوف ميتابوليزم. هذا تعريف ينحفظ مين تصير هاي الهايبوتنشن والشوك، تصير من البلد لوز، هايبوفنتيليشن، بوزيشن تشينجينج، pooling of blood in the extremities, side effect of medication. يعني هاي اسبابها اللي لانه راح تسالون ليش راح يصير عند المريض شوك صدمه او ينخفض ضغطه. زين وش راح نسوي له؟ كلش مهم الفوليوم ريبليسمنت، شلون نزيد الحجم السوائل داخل الجسم وحجم وهذا، يا اما نعطي مغذيات نوعا من انواع المغذيات، يا اما نعطي اذا في حاله البليدنج نعوضه بدم مباشره يعطى من ال. ولهذا تشوفون دائما في كل العمليات الكبار يروحون الجراح يوصي اهل المريض يقول لهم تجيبون تروحون تتبرعون بطلين دم، تروحون تتبرعون ثلاث بطاله دم، تروحون تتبرعون كذا. رينجر لاكتيت هو واحد من اسماء ال المغذيات اللي تستعمل بعد العمل، يعني اثناء من بوجود هذا الهيموريج او بعد العمليه اذا صار هذا عندنا الشوك او الهايبوتنشن. وطبعا اكسجين راح نخلي له، ميديكيشن راح نرفع رجليه، نورمال ثيرميا اللي هي راح ندفيه، والبين مالته لازم ايضا كنترول باي ميديكيشن، راح نعطيه ميديكيشن حتى ما يحس بالبين، حتى تقل هذه التحفيزات اللي صايره للدماغ بحيث يرجع يضل يقول انه اني يعني متاثر لانه اكو هيموريج بالجسم. الهيموريج كان اوكر ايميديتلي اب تو سيفرال دايز، ممكن يصير بعد العمليه، ممكن يصير بعد يعني عده ايام. ساينو سيمبتومز مال الهيموريج ابريهنشن، ريستلسنس، thirsty, skin is cold, moist and pale, heart rate increase, temperature falls, تنزل درجة حرارة المريض، ترتفع دقات القلب، ال RR يعني respiratory rate تصير rapid سريعة وعميقة، والمريض يصير often نسميها gasping يعني دا يلقف النفس. if hemorrhage progress shock occur، إذا استمر راح تصير الصدمة. والبيشن ريمينز كونشس انتل نير ديث، يبقى واعي الى ان يبتدي علامات الموت. ترانسفير بلاد مثل ما قلت قبل شويه، لازم نبني ننقل دم، ولازم نعالج السبب، ولازم نعالج الشوك. هايبرتنشن اور اند ديس ارثميا، هذه اللي هسه قبل شويه ذكرتكم اياها، نشوف شلون نحلها. هاي راح تصير سكندري تو sympathetic nervous system stimulation from، تجي من وين؟ هذا الفوق هذا تعريفها، بس تجي من يعني اسبابها pain, hypoxia, bladder distension, dysarrhythmia may be associated with. هسه لا نظمية اللي راح تصير لا نظمية القلب ممكن ان تصير مع شنو؟ electrolyte imbalance لما يصير اختلاف في الشوارد الكهربائية، altered respiratory
function يصير اختلال واختلاف في الفعالية التنفسية، الألم، هايبوثرميا، نزول درجة حرارة المريض إلى أقل من المعدلات الطبيعية، والسترس العالي يسوي ديس أريثميا، والأنستيزيا ميديكيشن قسم من الأدوية. ولهذا المريض قلت لكم يسأل أنا راح أقعد من التخدير، قسم من أدوية التخدير ممكن أدي إلى الموت أصلا أو إلى الديس أريثميا، يعني عدم انتظام في ضربات القلب. Both conditions are managed by treating and underlying causes. يعني من نفتهم السبب راح نقدر نعالج هذه الشيء اللي يطلع. زين، من الأشياء الأخرى اللي لازم نسوي لها nursing intervention اللي هي الـ anxiety والـ pain. بيش؟ طبعا هاي راح تصير بالأدوية، وأوفتن تكون دائما تكون IV يعني عن طريق المغذي. Monitor physiological status, provide psychological support, check medical record for special need and concern, allow a close member of the family to visit when possible. لما أقدر أدخل أهل المريض راح أدخلهم، لأنه هذا هو يؤدي إلى تقليل السترس والقلق والأنكزايتي اللي صاير عند المريض، وحتى مرات يقل الألم لما المريض يشوف طفل يشوف أمه، أو زوج يشوف زوجته، أو حتى كبير أخ يشوف أخوه، يمكن يساعدنا في عملية ال ويا الدواء ويا البوزيشن ويا الأشياء اللي إحنا نسويها في عملية تقليل الأنكزايتي. بالنسبة للفوماتينج أند نويزيا، يعني لعبان النفس والفوماتينج الزواع اللي يصير بعد العملية، انترفيرس فنت وذ ات فيرست ريبورت اوف ان اوف نويزيا راذر ذان ويتينج فور فوماتينج تو اوكر. طبعا راح يجي يصير هذا بعد العمليات، ممكن انه يحتاج الى ادويه وممكن لا. IV or IM medication، هذول اسماء لادويه اللي هو اكثر شيء هذا اللي يستعمل، اللي هو ميتوكلوبرامايد، ريجلان اور بروماكلامازايد، والزوفران اللي معظم زوفران هذا يستعمل بالنسبه لل قوي جدا، يستعمل بالعلاج الكيميائي، بس احنا اللي نستعمل هسه بعد العمليه انتي ايميتيك بصوره عامه اذا تسمعوه او سامعين منه اسمه بلاسيل اسمه التجاري. At the slight indication of induction, sorry, of nausea, the patient is turned completely to one side. يعني في الانستيزيا البسيطة راح أدير المريض كله إلى جهة معينة to promote mouth drainage، حتى أخلي السوائل تطلع من حلقه، and to prevent aspiration of vomits، وحتى أمنع هذا ال المتكون السائل من الشيء اللي يطلع من معدة المريض مال الفوميتس، حتى لا يروح إلى القصبة، وكلش مهم إنه ما يروح إلى القصبة. which can cause asphyxiation، الاختناق. أتمنى إنه المحاضرة كانت سهلة وبسيطة، وهي تعتمد على إنه إحنا شلون نفتهم المريض من داخل إلى داخل العمليات، أو أثناء قبل العملية شون كانت رعايتنا التمريضية، وبعد العملية وأثناء العملية، وأي شيء عندكم تسألوني إياه أنا موجودة، وإن شاء الله تكون الأمور واضحة. شكرا لكم، وهاف ا نايس داي.